ما بدك تحكي شيء؟ ليه كل مرة هيك؟ كل مرة بنرجع بدنا نبلش كل شيء من أول وجديد، كل مرة كل مرة بنبلش غربة كتير و وشو؟ أنا هلا حاسة حالي عم بنزل لحدا بعرف إنه بده يعني، بس شو يعني؟ عم تحاول تتقل يعني؟ ورد، انت اخر شيء رح ترجعي لغسان، بس بتعرفي شو النكته عند البشر؟ انه قد ما بيخونوا عاطفيا ما بيحسوا بمشكله، بس وقت اللي بتصير الخيانه جسديه. انا ما عم خون حدا، انا مطلقتين. بس رح ترجعي لغسان، واللي رح يصير بيناتنا رح يعمل كسر جواتك. ورد، انت ما بتعرفي تكسبي، انت هلا مانك منيحه، انت عم تلخبطي كثير. لا تحلل لي شخصيتي ورد. انا ما عم حلل، انت عم تحاولي تهربي من كل شيء كان. بدك تعيشي تلحقي الحياه، عمرك صار 36 وعم تقربي على 40. حاجه تحلل تيم، انا بحبك، ما بعرفك منيح وما بعرف عنك شيء بجوز، كلهم كم مره اللي التقينا فيهم، بس انا مره وبعرف قلبي وقت اللي بينبض بينبض على شو لشو. انا ما رح احسن ولد، ما رح احسن. انا عندي لونا وانت عندك بحر، وهن بمرحله عمريه بامس الحاجه اللي عندها فيها، فما رح اكون معك. هلا هذا اللي عم بيصير حقيقه ولا مشهد؟ يعني ما عم بفهم، انا عم بتوهم؟ أنا بهذا العمر وعم بتوهم؟ يعني شو اللي صار بيناتنا مزحة؟ لا ورد، بس لأنه بهذا العمر قلت لك يوما ما بدك ترجعي لعند غسان، يعني بلا ما ترجعي وعندك إحساس. ورد اسمعيني مالي مضطرة اسمع هذا الحكي السخيف، مثل ولد عمره 15 سنة عم يتخيل حاله بعلاقة، قاعد بآخر الصف بآخر مقعد بالحصة السادسة عم ياخذ درس رياضيات وشو؟ شو بعرفني بس سخيف هذا الشيء اللي عم تحكيه؟ بعرف وراح اندم عليه، بس مضطر اني اقوله. واحد منا لازم يكون عم شغل مخه. طيب بكره رح ادق لي ورح تقلي بدي اشوفك. وما رح تجي. شو عم تعمل انت؟ عم بحبك. هي كلمة حازم. ايه مزبوط، عم بحاول اعمل كاتب. ليه عم تحاول تيم؟ ورد، انا طول الوقت عم فكر فيه، وكمان كنت عم فكر بلونا لاني تركتها، لانه كنت عم دور على مرة، وهي المرة طلعت سيان، بس لونها صارت حطام. عرفت ليش عم بقلك لازم ترجعي لبحر وانا ارجع للونا؟ لانه اذا فتنا بعلاقه ما بقى حدا فينا رح يكون فايق على الولاد. بعدين بكون انا فقدت فرصتي الاخيره مع لونا، وانت بتكوني عملتي رد لبحر رح يأذيك لأمره. انا ضيف، انت اقوى مني. خدي قرار وبعدي بوعدك انه ما رح اقرب عليك. طيب انا ما بعرف شو عم بيصير معك، بس هي الحجه تبع الاولاد تافهه كثير، لانه لا مو تافهه، لا مو تافهه، انا عم بحكي عن تجربه. الغريب اني انا كنت متوقع هذا الحديث يصير بعد ما نعمل شيء. ما في رجل بيقول للجنس لا الا اذا كان بحب. ورد، انا ما حيد رقمك من عندي، وبعرف انه هاي القصة كم اسبوع عيارة عندك وتكون خالصة.